في أمراض كده معينة لو اتخصمت وزعلت وحصل نوع من أنواع الخصام أو البعد كده، علم الفلك يقول لك اتقل شوية، ما تروحش تعتذر في أول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم، وبالذات في الفترة الأولى دي في البداية كده ما تلحش قوي في الاعتذار، لأنه ممكن يجي بنتيجة عكسية والأبراج دي تكبر الحكاية، لأن طبعها محتاجة إن أنت تستنى وقت شوية، وهنوضح وإحنا داخلين عليهم برج برج الاسباب. وعلى العكس، او ممكن كمان يشوفوا نفسهم عليك طبيعتهم كده حتى لو انت اللي غلطان. تخيل، هنقول لك تعمل ايه في حلقة النهاردة او تعمل ايه. وفي ابراج العكس، وده بقى هو موضوع حلقتنا من المركز ل 12 للاول، وكله اتوقع ويكتب في التعليقات. زي ما انتم عارفين انا مدمن على قراءة تعليقاتكم. اتوقع برجك، برج حبيبك، حد اذكى شوية يقول لنا المركز الاول، وتعالوا بينا نبدأ. اهلا بكل اصدقائي وحبايبي اللي وحشوني، برحب جدا بالجديد وبقول له يعني عرفنا بنفسه عشان انا انزل بنفسي ارحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وتعالوا بينا نبتدي في ال12 القوس، اكتر برج رجل او امرأة، ما تعملش معاه كده، احنا بادئين من الاقل للاكثر حسب موضوع الحلقة. لا، القوس في نفس الوقت، لان بالعكس بقى هنا مع البرج ده لو انت اتأخرت ممكن يجي بنتيجة عكسية. ما عندوش صبر ان هو يستنى تأخرك في الاعتذار، ومن الابراج السريعة وردات فعلها السريعة وقراراتها سريعة، ممكن تاخد قرارات سريعة ومتهورة. في المركز ال11 الزعيم برج الاسد رجل، وبرنس الزعيمة العصابة انثى برج الاسد، حاله نفس الحال. لا، ما تحطش البرج ده او تستنى عليه كتير في الموضوع ده. يعني انت، انا بقول لو انت غلطان، لو انت عايز ترجع المية لمجاريها وحصل تاتش كده تشك، فكبقالنا يعني فزعلنا من بعض، فقفلنا في وش بعض، فسلام كده، وانا عارف ان هو زعلان، فايه الحل؟ استنى شوية. في ابراج تحب اللي يتقل شوية، وفي ابراج تحب اللي هو على طول كده في نفس ذات اللحظة. فالاسد يحب كده ويجي في المركز ال11. بينا بقى نخش على المركز العاشر ونخش في الجد شوية مع بعض كده ونوصل لمركز العاشر. ولكن لو شايفين الحلقة مفيدة أو ممتعة زي ما بقول دايما، ندوس لايك رجاء من كل عيلتي، وشيروا على قد ما تقدروا. وأي حد غير محمد أبو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده، ده نصاب، اقعد تابعوه. الجوزاء في المركز العاشر، وقريب وقريب قوي من القوس والأسد، يعتبر الثلاث أبراج دول رجل أو امرأة، هم أكتر ثلاث أبراج اوعى إن أنت تعمل معاهم كده، اوعى إن أنت تتأخر عليهم لو كنت غلطان، اوعى ان انت تتأخر عليهم في حتة ارجاع المية لمجاريها، لان الابراج دي كل ما تطول كل ما الموضوع ده بيعقد العلاقة اكتر، كل ما التطويل ده بيعقد العلاقة اكتر. جوزاء رجل ولا سيما انثى، لا ما تحطهمش على طاولة الانتظار كتير، ده حتى هم يعني لو هم اللي غلطانين حبة اكتر شوية، ما فيش مانع بذكاء كده ان انت تحاول تنكشهم وتفتح معاهم كلام كده، وتفتح انت باب العتاب، يعني التطويل معاهم مش حلو. في منطقة وسطى حرفيا بقى، وبدأنا ندخل في المنطقة الوسطى في المركز التاسع، الميزان العسل، برج الميزان الهوائي رجل وامرأة. ده في المنطقة اللي هي بين البنين، لا هو قوي تعتزله بسرعة قوي، ولا هو ان انت تتقل عليه فترة، وانا هقول في اخر الحلقة انسب فترة تكون كام يوم عشان برضه يبقى الامور واضحة. الميزان بيجي في المركز التاسع، يعني يومين حلوين ونبدأ ان احنا نتكلم. هنا بقى هيختلف الوضع شوية مع برج الميزان. نعلى ونخش في الجد اكتر واكتر، ولسه ما دخلناش في خطوط النار ولا وصلنا ليها، رباعي او خماسي خط النار، خماسي او رباعي القمة، الحمل برج الحبيب بيجي في المركز الثامن. ها بدأنا بقى نلمس موضوع حلقتنا، بدأنا ندخل في موضوع حلقتنا. اتقل على على برج الحمل الرجل او الفارسة العنيدة يومين ثلاثة اربعة. برضو، لان ممكن على فكرة يعني يبقى حتى انت اللي غلطان وتروح الحمل، ممكن يغلط فيك رجل او انثى، ممكن يكبر الموضوع. اصل في ابراج معينة كده ما بتكونش في وعيها قوي ساعة الزعل، ما بتنساش بسرعة قوي، شيالة شويتين، العصبية بتاعتها اوفر، درجة الحساسية بتكون عالية، عوامل كتير انا ما احبش ان انا اتكلم فيها عشان ما اوجعش دماغكم. تحدد تصنيفها في حلقة النهاردة، والحمل فيه كتير من اللي احنا والناف. نعلى في المراكز اكتر ونوصل للمركز السابع ونخش في الجد اكتر واكتر، وحرفيا بقى دي الابراج، وبداية من الحمل تحديدا
اللي بتحتاج وقت شوية، الدلو الهوائي الرايق أبو الروقان اللي دماغه في السحاب في المركز السابع. سيب الدلو فترة، سيب الدلو فترة كام يوم كده لحد ما الدنيا تهدى، وسيبه مع نفسه كده لحد ما يعمل إعادة تأهيل لنفسه ويعرف قيمتك شوية ويحس بالغياب شوية، عشان هو المشاعر عنده مش عالية زي ما في دماغك، هي معتدلة جدا. وبعدين ابدأ ادخل بقى اعمل عمايلك اللي انت عايز تعملها. كل الابراج دي في منطقة، والستة الاوائل في منطقة تانية، الحوت المائي اللي في المركز السادس ده يعتبر في منطقة تانية. دي بقى الابراج اللي بدأنا ان احنا نقول لازم ولا بد وواجب ان انت، ويستحسن ان انت تستنى فترة على ما تبدأ ان انت تبادر بالاعتذار وان انت ترجع المية لمجاريها. الابراج اللي ما بتنساش بسرعة او ما بتنساش بسهولة او ما بتروقش بسرعة، ولا سيما لما نوصل للعذراء اللي في المركز الخامس. لحد الحوت رحمة من اول العذراء نار، خطوط النار من اول برج العذراء، استنى اسبوع اقل شيء، استنى مع العذراء اسبوع اقل شيء. قبل كده هتلاقي تجاهل، هتلاقي غرور، هتلاقي برود، هتلاقي تبارد، كل ده يعني هتلاقي من كل الالوان المزعجة دي. فنصيحة ممكن ان انت تقول، وخلي بالكم المقصود بالحلقة مش الاعتذار مرة، للحاح في الاعتذار، يعني ما تبدأش ان انت تلح كثيرا في الاعتذار مع الابراج دي، واستنى فترة يكون افضل. رباعي خط النار، رباعي خط القمة، الاربع ابراج واقوى اربع ابراج حد توقع في حلقة النهاردة في الموضوع ده، هنلاقي معانا العقرب المائي، وما ادراك ما العقرب المائي، في المركز الرابع في حلقة النهاردة، بين واحد من اكتر الابراج اللي محتاجة ان انت تهدى شوية، تهدى معاها فترة، تنتظر شوية، تتك على الصبر شوية، تتك على التقل شوية. اي حاجة غير كده وتسرع في الاعتذار، او بالاحرى تدقيق يعني الحاح في الاعتذار، خد منه غرور، خد منه برود، خد منه تقل، خد منه تبارد، خد منه عدم مبالاة، تجاهل، كل ده ممكن لو انت ما خدتش بالك من النقطة دي تصطدم بيه من برج العقرب. كله هناك برج أكثر وأشد وأصعب من الأبراج دي كلها اللي بيجي في المركز الثالث، ألا وهو برج السرطان، رجل ولا سيما سندريلا أنثى. السرطان المائي من أكثر الأبراج ومن الأبراج القمة اللي بتيجي معانا في حلقة النهاردة، اللي محتاجة وقت وقت، ولا تبادر بالاعتذار فورا، ولا سيما الإلحاح، الإلحاح قوي قوي في الاعتذار. خد مني النصيحة دي وادعيلي وانت حر في اعلى من الابراج دي، في صاحب المركز التاني اللي وصلنا له دلوقتي، في برج قوي في الموضوع ده، الا وهو الطور الترابي. برج الطور بيجي في المركز التاني عشان يجي بين واحد من اكتر واشد واعنف الابراج في المواضيع دي، لازم تديله فترة استشفاء، ولازم تستنى شوية، ولازم تتكى على الصبر شويتين، وإلا ممكن لا قدر الله تيجي المواضيع أو النتائج عكسية عكس ما أنت منتظرها أو بتأمل ليها. بينما الزعيم المتصدر في حلقة النهاردة اللي في المركز الأول هو الجدي الترابي، رجل أو المرأة الحديدية يعني الأنثى، أكتر برج. طيب أنا بقول أهوت، والأبراج أبراج الجدي معايا ترد عليا في التعليقات لو حصلت شك يعني زعل النهارده، وبعد ساعتين روح تتكلمه، صدقني هتشوف منه يا اما غرور يا برود يا تبارد يا عنجهية يا عدم اهتمام يا تكبير للمواضيع. انا بقول لكم اهو، وابراج القمة كلها فيها كده، وده كان السبب الابرز ان انا اقول لك في حلقة النهارده استنى شوية، استنى اما المواضيع، اصل الوقت ده عامل قوي، الوقت ده عامل قوي. وبالله عليكم ابراج القمة ترد عليا في التعليقات، لان انا بقرا كل التعليقات، تقول لي وتكونوا صادقين مع نفسكم الكلام ده فيكم ولا لا، وانا مستني تعليقاتكم. اكتبوا لي بقى اراكم في الحلقه دي، تاني بذكر لاخر مره، لو شايفينها مفيده يا ريت لايك توصل لبقيه اصدقائنا وشيروا على قد ما تقدروا. واللي عايز يشوفني اكتر من مره بقول عندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسال محمد وعيلته فضفضه وحل المشاكل،
كوره للناس اللي بتحب الكوره، هاتريك كوره، الانستجرام والفيسبوك اللي يحب ان هو يبعت لي ما فيش اي مشكله، ولو بعت لي ولسه ما ردتش عليك انا لسه ما شفتش رسالتك، وبعتذر جدا عن التاخير، والى اللقاء.